ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. فيها على أبرز الأحداث على الساحة المحلية الجوية والوطنية وكذلك الدولية. تنجموا تسمعونا على الموندا فام على 90.3 وإلا على الباش فيسبوك متاعنا إذاعة الحياة مقابلها بالفرنسي الحياة فام أوبيا تسمعونا على لايف ستريمينج على سيت ويب متاعنا الحياة فام .net. نرحب بفريق البرنامج العامل معايا لليوم إمنا بوخيت في الإخراج التقني للحصة سيف بولعريس في الديجيتال معكم سهام حمدي من توا حتى لساعتين في ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. شنو هيسنا فيكم لليوم في ريكاب ميدي؟ باش نرجو على الحادثة اللي هزت الرأي العام في مدينة القيروان، حرق العلم والراية الوطنية في مدرسة الهدى. اليوم تم تنظيم موكب لتحية العلم بهذه المدرسة بعد ما رقت الحادثة تنديد واسع من قبل المواطنين ومكونات المجتمع المدني. اليوم نحكي على الجرعة الرابعة، باش يكون عندنا حوار مع سيد محجوب العوني عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بخصوص الجرعة الرابعة والجدل اللي صاير بخصوص هذه الجرعة مع تشجيع وزارة الصحة بخصوصها. نحكي على قضية أخرى، وفاة التلميذة في مدرسة في سيدي بوزيد وصار عملية تأبين في المدرسة قدام زملائها من التلاميذ، والحادثة هذه يعني أثارت جدل، دخلت وزارة المرأة والطفولة، دخلت زيدا وزارة التربية نظرا إلى أنه تحولت إلى قضية رأي عام. باش نحكي على هذه القضية اليوم. باش نحكيو على الملف الليبي، زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة إلى الجزائر، الملف الانتخابي من أبرز الملفات المطروحة في هذه الزيارة، تصريحات الدبيبة بعد هذه الزيارة بخصوص مواصلة عمل الحكومة متاعه وعدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة. باش نرجع بأكثر تفاصيل على الملف الليبي في العموم. هذا وأكثر يسنى فيكم لليوم في ريكاب ميدي. مرحبا بكم الناس الكل. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. ثم تسمعوا في ريكاب ميدي كالعادة متواصل معكم حتى لساعتين، والبداية تكون بالأكتواليتي. أكتواليتي. في الأكتواليتي نحكي على حادثة جدت في مدرسة الهدى وسط مدينة القيروان، يعني تم التفطن إلى حرق العلم الوطني، والحادثة هذه هزت الرأي العام في مدينة القيروان، راجت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت استنكار شديد من قبل كل الأطراف تقريبا، أنه يتم حرق علم في مدرسة ابتدائية، فإنه هذايا يعني يلاقي تنديد واسع من كل الأطراف. اليوم يعني بعد ما صارت الحادثة البارح، اليوم تم تنظيم موكب تحية العلم الوطني بالمدرسة الابتدائية الهدى في مدينة القيروان بحضور عدد من المسؤولين ونشطاء المجتمع المدني. حضور المعتمد الأول طبعا التلامذة اللي حيوا العلم على أنغام النشيد الوطني، عدد من الأولياء زاد حضروا، عدد من مكونات المجتمع المدني، وهذا يأتي الرد على عملية الحرق والتخريب اللي تعرضت لها الراية الوطنية في ساعة متأخرة من نهار الاثنين من قبل المجهولين. طبعا تم فتح تحقيق في الغرض في هذه الحادثة للكشف على الملابسات متاعها وشكون الأطراف اللي تنجم تكون متورطة في مثل هذه العمليات. طبعا الاستنكار الشديد
استنكار شديد كان من قبل مكونات المجتمع المدني والأولياء اللي ندوا بمثل هذه الجرائم وهذه الحوادث اللي صارت. طبعا الراية الوطنية اللي ترفع في المؤسسات التربوية هذه عادة يعني لتربية الناشئة على حب الوطن ورفع الراية الوطنية والنشيد الوطني. وأكيد نستنكر أي حادثة تطال أو تمس من الراية الوطنية. الوليدات صغار والتلامذة صغار يعني يتربوا من أول ما يدخلوا للمكتب على أنهم يرفعوا الراية الوطنية على حب الوطن على الوطنية، وهذا يعني ينشأ لديهم. وبالتالي يعني نلقاو أنه كتير حادثة هكا تزعزع الناس وتمس الناس الكل الأولياء على خاطر فيها برشا رسائل للتلامذة. مش نحكيه بأكثر تفاصيل مع سيدة سبوعي كاتب عام جهوي للاتحاد الشغل في القيروان اللي كان حاضر اليوم في مدرسة الهدى. خلينا نحكي معه بأكثر تفاصيل. سيدة سبوعي عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فان. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي حياة فان، وإن شاء الله منبر إعلامي فعلا يقدم الإضافة للجهة ويغير شوية معنا الواقع زي المتردد إن شاء الله. مرحبا بك سي سيد. إن شاء الله دونك اليوم تم يعني تنظيم موكب لتحية العلم بعد الحادثة الشنيعة اللي جدت في مدرسة الهدى، وذي الكل في برشا رسائل لتربية الناشئة على حب الوطن ورفع راية الوطنية والوطنية. لو كان تعطينا أكثر تفاصيل على الموكب اليوم. طبعا هو الموكب اليوم كان موكب في شكل من أشكال رد الاعتبار، كان موكب ترميم ما يمكن ترميمه من وضع فعلا وضع رأيناه أنه مس عمق انتسابنا وانتمائنا للدولة ذي، ومع ما عملية حرق هذا العلم والاعتداء على العلم التونسي في حرمة المؤسسة التربوية إلا عنوان مشبوه، عنوان يذكرنا ب من حاول أن ينزع هذا العلم من على سرح جماعة بلوبة في سابقا. دونك العلم هو رمز البلاد، يعني ما معنى حرق العلم؟ ما معنى حرق العلم؟ حرق العلم هو رسالة رمزية خطيرة تعكس حقد وتعكس كره وتعكس اعتداء وإرهاب ضد مدنية الدولة، ضد الحياة المدنية، ضد المواطنة. احنا اليوم تقلنا مع السلطة الجهوية والأمنية وبطبيعة اتحاد شغل والفرع الجامعي للتعليم الأساسي، وكانت الرسالة واضحة أننا المواصلة أن سنواصل دعمنا للدولة المدنية، سندعم المؤسسة التربوية، سنقف مع أبناء التلاميذ اللي اليوم ما يسحقوش باش يشوفوا عالم محروق، يسحقوا باش يشوفوا فضاء تربوي متميز يحق لهم طفولتهم، يحق لهم أحلامهم، يحق لهم مشروعهم الاجتماعي، يحق لهم طموحاتهم في تحقيق الارتقاء والنجاح، ماهوش في حرق علم وضرب ومسهم في طفولتهم. أكيد. والمس من العلم الوطني، المشهد اللي شافوه معناها وقت لقاوا العلم محروق، على الأقل رد اعتبار اليوم شافوا معناها بحضور السلطات والمكونات المجتمع المدني والتلامذات والأولياء، رد اعتبار للراية الوطنية، وهكا التلامذات بيدهم يعرفوا ويقدروا مدى قيمة هالعلم والراية الوطنية هذه. شكرا. ونعطيك أختي ما أكثر من هكا، روى التي تتذيك أن تتكرر على المؤسسة التربوية سواء معهد أو مدرسة ابتدائية. أخيرا في السيانير كيف الكوب حطوا فيها ممسامر باش معنا في رسالة، ما معنى أنك تغل أنك تجي للباب وتوسد وتخليش التلميذ يدخل قاعته، معنى شكل من أشكال رسائل أنه مش تحرموك من التعلم. هذا أمر خطير، هذا أمر خطير، وللأسف الشديد زادة فما رسالة يجب أن توجه للسلطة أنه زادة يجب أن نقف لإنقاذ المؤسسة العمومية، لأن المؤسسة الابتدائية والثانوية أو التعليم العالي هي مخرجات للمجتمع، هي بناء اجتماعي، هي بناء أخلاقي، هي بناء ثقافي، اللي ما كانت للتعلم فقط. نعم طبعا واضح. سي سيد أسبوعي الكاتب العام الجهوي لاتحاد شغل في القيروان، نشكرك برشا على تدخلك معنا بخصوص هذه الحادثة اللي هزت الرأي العام. تحية كبيرة للراية الوطنية وتحية كبيرة للدولة التونسية. عاشت تونس.
أنتم تسمعوا في غيكاب ميدي معي سي حمادي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. مرحبا سي حمادي. مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين. شكرا جزيلا ليك. دونك سي حمادي باش نحكيو على الجرعة الرابعة، الجدل المثار حول الجرعة الرابعة، مدى الفعالية نتاعها، مدى الإقبال للفئة معناها المعنية بالجرعة الرابعة 60 سنة فما أكثر، مع السيد الهاشمي الوزير مدير معهد باستور. تو سويت في الانترفيو دي جور. انترفيو دي جور. سي الهاشمي الوزير مدير معهد باستور، مرحبا بك على إذاعة الحياة فم. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع المستمعين. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. اليوم سي الهاشمي نحكيه على الجرعة الرابعة، هي مخصصة للفئة العمرية من 60 سنة فما أكثر. لو كنت تعطينا نسب الإقبال الساعة قبل ما نحكيه على عدة نقاط متعلقة بالجرعة الرابعة من التلقيح المضاد لفيروس كورونا. نسب الإقبال ما نجمش نقول لك توا على خاطر الاستدعاءات مازالت كي بدات، معناها في الأسبوع هذا في أواخر الأسبوع الفارط، دونك نجمش معناها ما عنديش الإحصائيات، لكن نجم نقول لك في الجرعة الثالثة اللي هي جرعة تعزيز المناعة أيضا واللي هي كانت موجهة للفئة العمرية 18 سنة وما فوق، في الناس اللي أعمارهم من 60 سنة وما فوق الإقبال صار بحوالي 45%. معناها مازال فما ناس اللي جاتهم استدعاءات وخلطوا للأجل متاع الجرعة تعزيز المناعة، وفما معناها نجم نقولوا شوية الشطر متاع الناس هذوما اللي عمرهم 60 سنة وما فوق مازالوا ما خذوهاش. وكي نحطوا في الفئة العمرية اللي أقل من بين مثلا 18 و30 ولا 40 سنة نلقاو النسبة هذه تكون أقل أيضا. دونك هذوما هما اللي عندنا الإحصائيات نتاعهم. الناس اللي توا جاتهم استدعاءات نتاع الجرعة الرابعة هما الناس اللي خلاو الجرعة الثالثة ولهم أكثر من 4 أشهر من اللي خلاوها، يتم استدعائهم مع العلم اللي الاستدعاء يقعد مفتوح. نعرف اللي فما معناها أغلبية الناس اللي توا يمشيوا المراكز معناها التلقيح هما تم معناها في نطاق الجرعة هذه، جرعة تعزيز المناعة والجرعة الرابعة، فما قبول نوعا ما، لكن الاحصائيات بالضبط ما نجمش نقول لك عليها كما قلت لك على خاطر فما يعطاهم المواعيد وفما الناس اللي يقعد مفتوح الموعد نتاعو. دونك مازلنا ما نعرفوش احنا ماذا بينا عن طريق ومن حسن المواطنين باش يقبلوا على الجرعه هذه اللي باش تمكنهم من تعزيز المناعه لتفادي معناها العدوى والمرض بهذا الفيروس. سي الهاشمي الوزير، خليني ننقل لك على الاقل كلام الاغلبيه نتاع توين صحتها في عائلاتنا وعموما الناس اللي يقول لك اليوم ما عادش فما كورونا، ويني كورونا ما عادش فما استقرار في الوضع، دونك علاش انا باش نمشي نلقح ولا باش نواصل في اخذ الجرعات التعزيزيه؟ لو كان تعطينا فكره على الوضع الوبائي ومدى الحاجه لاخذ الجرعات. هو صحيح اللي قلته وصحيح اللي يقولوه الناس. شو معناها العدد نتاع الحالات الجديده نتاع الفيروس هذا لا هي ينقص شيئا فشيئا في البلاد التونسيه، الحالات الحامله للفيروس، الحالات اللي موجوده معناها في المستشفيات اللي عددهم نقص، الحالات الوفيات ايضا. دونك هذه حاجه تاهية، يلزم الناس تعرف راهو معناها التلقيح هو يحمي لاوقات اخرى للمستقبل، مش يحمي للان. معناها الان صحيح الحاله الوبائيه تطورت وتحسنت، لكن الفيروس مازال موجود، فهمت؟ لكن نعرفوا حسب معلومات دقيقة علمية اللي المناعة نجم تنقص شيئا فشيئا بعد أشهر. ونعملوا واقترحنا اقترحنا جرعة تعزيز المناعة الرابعة للفئة العمرية 60 سنة وما فوق. علاش؟ على خاطر في الفئة العمرية هذيك دبوغ المناعة باش تنقص بعد وقت كما قلت لك، وأيضا عادة عندهم الناس هذوما أمراض مزمنة ساعات وساعات عندهم معناها احنا نقولوا لي فاكتور دو ريسك، ولهذا لحمايتهم للمستقبل في صورة ما يصير تكاثر نتاع عدد الحالات يبداو محميين. أنا مش احنا نمشيو احنا للتلقيح مثلا نتاع الجريب هذه النزلة الموسمية نعملوه قبل ما تجي الجريب، ما ينجمش يقول واحد أنا توا باش نعمل تلقيح وهو الفيروس ما فماش. صحيح احنا عادة نعملوا تلقيح وقت المرض يبدا مش موجود، والهدف نتاع التلقيح هو الحماية ضد المرض اللي قد يأتي ولا قد تصير معناها حالات باش نبداو معناها محميين. هذا هو الهدف نتاع التلقيح. واضح. سي الهاشمي، دونك مدى فاعلية الجرعة الرابعة
اليوم فما زادة عدة تخوفات، يقول لك معنى الفعالية متاحة لا تتجاوز 30%، هل هذا صحيح؟ يعني قديش الفعالية تنجر؟ فما فرقوا الفاعلية في الحماية ضد المرض وضد الحالات المخطرة، والفاعلية ضد العدوى وضد حمل الفيروس، هما حاجتين مش كيف كيف. صحيح اللي الفاعلية ضد حمل الفيروس تكون أقل شوية كما قلت أنت 30-40-50%، شو معناها؟ معناها الناس اللي حتى كان يبدأوا ملقحين ينجموا يحملوا الفيروس، هذا خصوصية من خصوصيات الفيروس هذا اللي ينجم يكون يعدي ويكون إنسان حتى يكون ملقح ينجم يحمله، صحيح بصفة أقل من الناس اللي مش ملقحين، لكن ينجم يصير الحمل وعادة بلا أعراض. علاش؟ على خاطر التلقيح في الحماية ضد الحالات التي تعطي أعراض وخاصة التي تتعكر هي أكثر من 90%. شو معناه؟ خلاص القول معناه إنسان كيبدأ ملقح بالبداية يبدأ محمي ضد الحالات التي تكاد تتعكر وتحمي ضد الوفيات، وهذه حاجة باهية وهذا الهدف اللي نحبوا نوصله، لكن الحماية ضد حمل الفيروس أقل، دونك مش مشكل. احنا دونك هذا نعرفوه وموجود وموثق بمعنى دراسات علمية، وهذا يردنا باش نحثوا الناس باش ياخذوا جرعة تعزيز المناعة لحمايتهم ضد الحالات المخطرة، وخاصة خاصة نعرفوا احنا الحالات المخطرة جي الناس اللي هما متقدمين في السن ولا عندهم أمراض مزمنة، ولهذا نحاول توجيه الجرعة تعزيز المناعة والجرعة الرابعة للفئة العمرية المتقدمة في السن واللي عندها أمراض مزمنة. أستاذ مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. ترى أستاذ الكريم أنه جاء الوقت اليوم أنه يصبح في تونس أن سياسة أوضح على مستوى التعاطي مع التلقيح. نشوفوا أنه في الفترة الأخيرة ذي نقص الجانب التوعوي، نقص الجانب البرامج أو على مستوى الإعلام أو حتى على مستوى الدولة كذلك أنها تقوم بزيارات وتفعل وتنقل الأرقام، خاصة دائما يعني متعرف التحين كيف موضوع ما عاش نحكيه فيه موت شوية، وأظن أن الأحداث في العالم الكل هي اللي أثرت برشا على حكاية الكورونا، وأنه اليوم من واجبنا وهذا يبدينا به أنا كإذاعة ثم أنه كل السلطات تتجند باش نوصلوا لنسبة 80% من ملقحين في تونس. عندك الحق، عندك الحق. دونك فما معناها يلزم نلقاو دابور، يلزم معناها ما يكفيش باش نقولوا نعملوا سياسه ولا حاجه، يلزم نطبقوها. نعم. ويلزم نستعملوا الوسائل معناها اللي يلزم استعمالها باش المواطن يشعر بالاحساس اللي قلت عليه انت واللي معناها يمشي ويقبل على التلقيح، هذه مش سهله. أنا دعوة ساعات نشوف معناها الحل وسائل الإعلام ولا التلفزة في الليل، فما برشا معناها ببليسيتي على المقرونة وعلى الماكلة وعلى الواحد كل شيء، ومعناها في مدة اللي هي نقص فيها معناها انتشار الفيروس في البلاد، الناس ولات ما عادش مهتمة بهذاك. بون شو نقول لك، احنا كي نجدونا نحاولوا نرشدوا الوزارة الصحة بصفة معناها باقي تصير معناها كيفاش مناشير تخرج وكل حاجه اللي نعملوها نقول وقتاش وكيفاش ولشكون موجهه. اما وزاره الصحه دكتور هشام الوزير يعني مثلا ما تراش اللي هي مقصره في خصوص مثلا الحملات التوعويه في وسائل الاعلام، رمضان العباد تتفرج برشا في التلفزه، دونك ما فيها بيس باش صحيح صحيح صحيح. مو فيها هي تو كيما تعرف انت تو البيبليسيتي هذايا فيها تكلفه، وحتى كي تعدي حاجه ساعات تتعدى في اوقات اللي بتاتر ما فماش عليها الناس يغزروا برشا ويفضلوا بتاتر هذه الشركات الخاصه تفضل تعدي الاشهار على حاجه اللي هي تدخل لها فلوس وماكله وكتيرا في الاوقات اللي الناس يتفرجوا فيها. مع الاسف معناها ما نقموش على حاجات اللي هي فيها معناها مصلحه وفائده لصحه المواطنين. مش نقول لك انا هذه منظومه كامله، انا ما حق ما عنديش دخل فيها، لكن معناها هذا نشوفوا فيه. انا كي تنجدوني نعطيك الحاجات الصحيحه، نقول لك اللي بتاتخ من العوامل اللي ردت الناس ما عادش تشوف هي لفات اللي نقص المرض، صحيح معناها نقص المرض الانتشار، نقصوا حالات الايجابيه في البلاد التونسيه والحمد لله، لكن كما قلنا قبيله معناها ما فيها باس الناس تكون معناها جاهزه من ناحيه المناعه نتاعهم ب معناها
التلقيح وايضا هذايا البوست ولا لوغابيل لتعزيز المناعه. بون مع العلم اللي معناها الحاجه اللي لازم نقولوها سيكو التغطيه بالتلقيح في البلاد التونسيه لا باس بها من احسن البلدان معناها نحكي عالميا. احنا عندنا معناها الناس اللي عمرهم 40 سنه وما فوق فهم اكثر من 80% ملقحين خذوا اوموان جرعتين وهذه حاجه باهيه. عندنا اكثر من 75% من الفئه العمريه 18 سنه وما فوق اللي خذات التلقيح واستكملت. احنا توا لاقين نحسوا اللي ما خذاش باش ياخذ بالطبيعه واللي خذا وخاصه الفئات اللي هي متقدمه في السن ولا عندها امراض مزمنه باش تقبل على جرعه تعزيز المناعه لتفادي تعكرات ان حصلت وقت كان صارت عدوى. واضح. به سيلي هشمي بالنسبه للجرعه الرابعه توا هي المعنيين بها 60 سنه فما اكثر، فما توجه نحو يعني كما نقولوا تتوجه للناس اللي اقل من 60 سنه. هذا موجود وارد ومن توا ما صارتش بتات هكا برشا حمله ولا معلومات على هذا. هي المجلس العلمي هو اللي قال 60 سنه وما فوق بصفه معناها كامله، وللي عمرهم اقل من 60 سنه ب معناها وصفه طبيه حتى كان هو يكون ماهوش مستدعي لمركز تلقيح ينجم الطبيب نتاعو وخاصه دونك الناس اللي اقل من 60 سنه التلقيح ولا جرعه تعزيز المناعه هي موجهه للفئه اللي عندها نقص في المناعه، الناس اللي خذاو ادويه اللي تنقص المناعه بما فيهم الادويه ضد مرض السرطان وامراض اخرى والا المرض بيدو اللي هو يتزامن مع نقص المناعه. وهذايا اللي نجموا يعرفوه بالكدا هما الاطباء المشرفين على المرضى واللي تبعوا فيهم واللي عندهم الحالات هذيا وينجموا بوصفه طبيه يمشي للمركز التلقيح وحتى كان يكون عنده اقل من 60 سنه ولا يكون ماهوش معناها مستدعي معناها جرعه هذه الجرعه الرابعه ينجموا يعطيوها له كما قلت لك لحمايه الفئه هذه واللي هي اقل معناها في العدد نجم نقول لك على خاطر ماهيش باش تصير بصفه معناها كيفاش نقولوها سيستماتيك. لكن هذه وارده وبعد التساؤلات نتاعكم وبعد الاسئله هذه انا في الاجتماع نتاعنا المقبل باش نحثوا على الفئة هذه باش تكون يصير الإعلان عنها أكثر ويصير تحسيس أكثر لتمكين الفئة اللي حتى اللي عمرها أقل من 60 سنة واللي عندها أمراض مزمنة وخاصة نقص في المناعة باش معناها تكون تقبل وباش الطب يبدأوا عندهم معلومة هذه ويعطيهم الوصفة الطبية باش يمشيوا تلقيح نتاع جرعة المناعة جرعة تعزيز المناعة. تعزيز المناعة به دكتور هاشمي الوزير بخصوص موجة جديدة هل تونس باش تكون يعني مستعدة لموجة جديدة باش تصير موجة جديدة لكورونا في العالم في تونس وفي العالم الكل يعني في الفترة القادمة؟ أفضل أنا نعطيك رأيي الخاص هذايا الفيروس هذايا معناها صاروا فيه برشا تغيرات نقص من الشراسة نتاعو. المتغير الوحيد نجم نقول اللي هو عائلة الفيروس أوميكرون نقول عائلة فيه هو بيدو معناها دي سو متفرعات اللي هما بي أ أن وبي أ دو وبي أ تخوا إلى آخره، لكن بصفة عامة المتغير هذايا هو ناقص الشراسة. هو نجم نقول لك نجم يكون حتى فما ناس يقولوا هذا التلقيح طبيعي هو الناس يعطي عدوى الناس يطوروا المناعة الأعراض تكون خفيفة ولا حتى تكون ماهوش موجودة بالكل إلا في فئات معينة نتاع الناس اللي هما عندهم نقص في المناعة وعندهم معناها أمراض مزمنة ويقعد نسبة ضئيلة على هذاك وهذوكم ينجموا يتحماوا يكونوا محميين بالتلقيح. انا ما نتصورش اللي باش يصير معناها حاجات اخرى. نتصوروا كما قال داير بعض المسؤولين وبعض الناس المختصين في الميدان والمنظمه العالميه للصحه نتوجهوا لمرض اللي باش يولي يباس احنا نقولوا الانديميسيتي. شو معناها؟ معناها يولي متواجد على خاطر ما نجموش نقضوا عليه بصفه تامه على خاطر حتى في بلاد تقضي عليه يبدا موجود في بلاد اخرى وينجم يعاود ينتقل وباقي يجيو بعض الحالات كي تنقص المناعه باش يتعدى يولي كيما مرض موسمي كيما الجريب نجم نقول لك ووقتها نوليو بتات في المستقبل تصير في اوقات معينه تلقيح لفئه معينه مش الكل اللي هما عندهم معناها الامراض ولا عندهم دي فاكتور دو ريسك باش يعملوا حالات اللي قد تتعكر وباش يولي هكا.
ما نظنش اللي باش يصير متغير اللي باش يولي معناها اللي شاب احنا نقولوا على المناعه واللي ما عادش تعمل فيه حد شيء ولا باش يولي يشكل خطوره. هذا هو التصور اللي ماشيين فيه. بون توا حكايه موجه جديده وكل احنا ديجا شفنا موجات ولا مش موجه، هي موجه صغيره جدا نقولوا بالفرنسيه غوبون نتاع عدد الحالات. داير عاده عدد الحالات بركه ما ياثرش برشا على الايواء الى المستشفيات ولا الى الحالات التي تتعكر نجم نقولوا، على خاطر كيما قلت لك المتغير ماهوش مخطر المده هذه الا في فئات معينه. دوك احنا في تونس استعمال لموديل ماتيماتيك وراتنا اللي نجم تكون ارتفاع في عدد الحالات الحامله للفيروس في شهر ماي ولا جوان، ولكن بصفه معناها ما تاثرش على المنظومه الصحيه، مع بين قوسين احنا باقي جاهزين معناها باقي يصير اجتماعات وباقي نعرفوا معناها كيفاش يقولوها المستشفيات ونعرفوا الاكسجين ونعرفوا نخموا على عده معناها كيفاش يقولوها تحذيرات لتفادي معناها لا يقدر معناها حاجات اللي تنجم تصير ولا تجي ولا موجه اخرى، لكن ما نتوقعوش هذايا والحذر يقعد باقي حذر واجب يقعد هذايا فوالا، ونقعدوا نركزوا على التلقيح لتفادي حتى كان تجي موجه اخرى الناس تبدا محميه وخاصه منهم الفئات التي معناها عندها نقص في المناعه. واضح. اخر سؤال دكتور هاشمي الوزير بخصوص الابحاث، وين وصلت فيما يتعلق بادويه لكورونا؟ باش تكون فما ادويه لهذا الفيروس والا يقدم تلقيح فقط؟ هي ديجا فما ادويه معناها هي المضادات ضد الفيروس والتي تستعمل في حالات نجم تشكل نوعا ما من الخطوره موجوده لها مده عندنا في تونس دكتور؟ عندنا في تونس عندنا، لكن المضادات هذه من الاول كي تصنعت كانت ضد المتغير دلتا، متغير مش متغير هو ضد السلاله الاوليه اللي هي ووهان وبعدها جات الالفا والدلتا، فما من المضادات هذه فقنا اللي بالمتغير اوميكرون ساعات الادويه هذه ما عندهاش فاعليه على خاطر المتغير بدل. دونك هذا ديجا معناها احنا معلومه واستعملنا الادويه هذه في البلاد التونسيه. فما دواء جديد اللي هو من نوع كلاسيكي نجم نقول دواء اللي هو ضد الفيروس بيتو اللي ورى معناها النجاعة واخذ التراخيص في العالم وايضا في البلاد التونسية، ان شاء الله معناها باش يجينا ان شاء الله في اقرب الاجال. هذا الدواء معناها يكون موجه دايوغ يلزم يكون معناها يستعمل في اول معناها العلامات ولا دوب ما يصير معناها كيفاش يقولوها تحليل الايجابي ويكون موجه لفئه معينه لتفادي التعكرات. ما نجمش تعطى للناس الكل وهو سهل الاستعمال خاطر يتشرب كيما حرابش معناها يتعدى مش تزريق فهمت ويستعمل مده 5 ايام وان شاء الله هذا يكون معناها هذا باش يجي في القريب لتونس باش يوصل في القريب لتونس. هو ديجا صارت معناها نقاش انا ما عنديش برشا المعلومات خاطر هي تتعدى عن طريق اداره الصيدله والدواء والصيدليه المركزيه للبلاد التونسيه، وفما معناها انجاجمون باش تجينا كميات وحددناها مع المصنع نتاع الدواء هذا وان شاء الله باش يجينا لتونس كما قلت. ان شاء الله. دكتور الهاشمي الوزير مدير معهد باستور نشكرك برشا على تدخلك معنا، يعطيك الصحه على مدنا بكل هذه التفاصيل بخصوص الجرعه الرابعه من التلقيح، مدى الفعاليه نتاعها، مدى الاقبال عليها، وخاصه فيما يتعلق بالادويه اللي متوفره واللي باش تجي في الفتره القادمه الى تونس. حكينا زاد على احتماليه موجه جديده بخصوص فيروس كورونا. نشكرك برشا دكتور الهاشمي الوزير. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. انتم تسمعوا في اذاعه الحيت اف ام، مازلنا مواصلين معكم في ريكاب ميدي حتى لساعتين. انتم تسمعوا في ريكاب ميدي من نص النهار لساعتين. معايا سي حمادي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشان العام. البارح سي حمادي شفنا فيديو على السوشيال ميديا
التلميذة اللي توفيت في مدرسة وفيت فجئية في مدرسة في سيدي بوزيد في مدينة سيدي بوزيد يتم تأبينها في ساحة المدرسة قدام التلميذة في حضور الإطار التربوي، ويعني الجدل اللي خلفته الحادثة هذه والفيديو هذية خلى وزارة المرأة والطفولة وزارة التربية زادة يصدر بيان مشترك بخصوص هذه الحادثة وهذه القضية. تعليقك سي حمادي على الملف هذا؟ أولا نترحموا على البنية، ربي يرحمها، ربي يرحمها وربي يصبر أهلها. الموت حق، يعني ما ثماش عليها اعتراض، ولكن أنا في اعتقادي أن العملية كانت عفوية. يعني شفت كي ناخذوا باعتبار مدرسه وتعرف المدرسه فيها تلامذة ينجموا يكونوا من القسم التحضيري من 5 سنين الى سن 12 سنه، هم مازالوا ابرياء وما يعرفوش الحكايه هذه، وربما يقع تاثير ثم جانب نفسي كبير برشا. ما كان من المفروض ما نقحموش الصغيرات هذوما في الجانب هذا، نجموا نقوموا بالتأبين في المقبره مباشره ونتعاطفوا مع الاسره ونجموا نكونوا سوليدير معنا في الجانب هذا، ولكن دون المساس خاصة المدرسة راهي يلزم احترام شوية المدرسة وخاصة الأطفال والتأثير النفسي على الصغيرات اللي في عمر 6 و7 سنين و8 سنين اللي أول مرة يشوفوا، يعني ثم هي زميلتهم وذيرة وهم صغار، يعني هم صغار لا هي زميلتهم يعني يعرفوها عن قرب والموت المفاجئ هذا يعني جاء كما نقولوا صدمة بالنسبة لهم هما، ونزيدوا ونجيبوها. أنا نقول حسن النية والله غالب وربما الإجراءات هو الحقيقة مزارة. هو سي حمادي الحادثة أول مرة تصير، يتم تأبين تلميذة توفيت في مدرسة قدام التليم ذاته قدام الإطار التربوية. مهم ياسر نعرفوا مثلا شكون اللي بادر بالفكرة، شكون اللي قام بالفكرة، شنو غايته اللي عملها. دونك نحبوا ناخذوا فكرة أكثر. خلينا توا بالتليفون مع السيد فتحي صغروني، هو مدرس في المدرسة هذه في مدينة سيدي بوزيد وعضو النقابة الأساسية وكاتب عام مساعد اتحاد الشغل بسيدي بوزيد. تدسويت في الانترفيو دي جوغا. انترفيو دي جوغا. سي فتحي صغروني على السلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. السلامة، مرحبا بك، أهلا بك. شكرا لك على قبول الدعوة. إذا كنا نحكي على الحادثة اللي تحولت إلى قضية رأي عام، الفيديو اللي راجي تم تأبين تلميذة الله يرحمها وينعمها توفيت بصفة فجئية في المدرسة وتم تأبينها في حضور زملائها والإطارات التربوية. الساعة أنت كنت حاضر وإلا لا سي فتحي؟ والفكرة شكون اللي يتبنيها هذه متاع تأبين تلميذة في المدرسة؟ أول حاجة الله يرحمها، وثاني حاجة أنت من البداية على الأقل كنت تتمنى على عكس نعمة وزارة التربية ووزارة شؤون المرأة والطفل والاسم الطويل هذاك، على الأقل كنت تتمنى بتعزية كأسرة تربوية في المدرسة ومبرسيت من أخلاق صحفي أنك تتمنى تعزية. حتى نحن إيه احنا ترحمنا عليها سي فتحي، نحن لا 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 بدي أنا كأسرة تربوية في المدرسة تتمنى تعزية، مش ديريكت مش ديريكت تجي تصل في أسئلة انت حاضر ومش حاضر. انا باش نبدا نحكي لك نحط في اطار من الاول. المرحومه هدي المرزوقي هذه ولد ابن شهيد، ابن شهيد محمد مرزوقي شهيد الحرس الوطني اللي مات في حادث بن عوان 23 اكتوبر 2013. تلميذة ولدت بعد بوها بشهر. تلميذة هذه تقرا في السنه الثالثه، قرات تحضيري وسنه اولى وسنه ثانيه وسنه ثالثه اللي اليوم توفت، حتى واحد ما فقدها وحتى واحد ما زارها، لا مندوب حمايه الطفوله ولا وزاره التربيه ولا شؤون الاجتماعيه ولا اي مسؤول. نحن محطوطين به، نحن المعترين به، نحن الاسره نتاعها، نحن ابوها، نحن امها، نحن كل نحن عائله، هذيك فرد من عائلتنا. التلميذه هذه اللي لازم تعرفوه ان التلميذه هذه محبوبه لدى الجميع، محبوبه لدى اصدقائها ولدى كل المعلمين. هي تلميذه غير عاديه، تلميذه ناشطه، تلميذه بشوشه. التلميذه هذه مريضه من قبل، هي ان شاء الله ربي يرحمها، اصابتها المنيه داخل القصر. الكلمه اخر كلمه نطقتها انستي، انستي تكتب السبوره. تصور انت كنت بحذاك صغير ناداك باسمك طاح توفى قدام تلمذتها قدام اصحابها. حمايه مدنيه داخل المدرسه معك الحال الخو حكى اللي يحكوا عليه تو حتى فزاح ديجا عاشوهم. انا راني مانيش مبرر في الموصي، الوضعيه راهي تمت على حسن نيه. بالنسبه ليوم الحادث امس، هي المدرسه وقع
تحية علم ودخلوا ثلاثة الأقسام، لكن ما رأنا إلا بعض الأولياء وأغلبية الأولياء قال لك احنا أولادنا ما نجموش يقروا في وضعية كيم هك، احنا تلميذة ميتة في المدرسة واحنا أولادنا منهارين، فهمتني، ما نجموش يقروا في وضعية كيم هك. فكرت معنا خرجوا ثلاثة المدرسة، التلاميذ اللي شفتوهم انتم هذوكم هذوكم صاحبوا أولياءهم وهما زملاء التلميذة في القسم، هذوكم مشوا للسبيطار ومشوا حتى للمقدرة هذوكم. الناس اللي باش تحكي وتقول المدرسة فيها 1000 تلميذ، فيها أكثر، فيها 1157 تلميذ المدرسة. شفتوا أنت شوف فيديو قداش فيها من تلميذ تقريبا؟ سؤال لك يا مسالش جاوبني قداش فيها من تلميذ؟ أنت قول لنا سي فتحي بصفتك أنت مدرس. شفت فيديو من تحكي كيف شفت فيديو تحكي يا أخي ما يجيش ربما سي فتحي أنت ماخذ موقف منذ البداية ما فهمتش علاش يعني أنت أصلا أنت أصلا سي فتحي سامحني سي فتحي أنت ماخذ موقف منذ البداية احنا اتصلنا بمدرس سامحني سي فتحي بربي احنا اتصلنا بمدرس في المدرسة نظرا إلى الجدل اللي خلفته هذه الحادثة حبينا ناخذ وجهة النظر متاعك بصفتك مدرس بصفتك يعني نقابي في جهة سيدي بوزيد باش توضح لنا مش باش تعطينا دروس في الصحافة أولا وتعطينا أسئلة تطرح علينا أسئلة احنا نحب ناخذ وجهة النظر متاعك علاش اتصلنا بيك لا لشيء إلا باش ناخذ وجهة النظر متاعك وتعطينا الحيثيات شنو اللي صار بالضبط في هالحادثة هذية وباش نزيد نناقشوا معاك البيان المشترك اللي اصدر على وزارة التربية وعلى وزارة المرأة والطفولة فقط. انت تسمع كيف في البيانات الزرقاء والبيانات الزرقاء الوزارات. نعتذر منك سي فتحي ما نجمش نكمل معك الحوار، شكرا جزيلا ليك. كان معايا سي فتحي صغروني مدرس بمدرسه في سيدي بوزيد وعضو النقابه الاساسيه وكاتب عام مساعد اتحاد الشغل بسيدي بوزيد، شكرا جزيلا ليك. نحاولوا تو نشوفوا يعني بقيه الضيوف نتاعنا المبرمجين في هذا الموضوع. تعليقك سي حمادي. اولا احنا ما نشترف في الموضوع وبالتالي اثاره الموضوع في البرنامج هذا هو لالقاء اكثر ضوء ولانا منحازين لا مع الوزاره ولا مع ولا مع اي جهه. الجانب الثاني هو احنا حبينا نوضحوا ماذا وقع لانه راهو احنا صحيح نتفهموا انه هي فاجعه وقعت في سيدي بوزيد ونتفهموا انه ربما تشنج الزميل والاخ هذايا اللي سي فتحي صغروني على اساس انه شاف انه ما صدر من الوزارتين يعني فيه شويه هكا تجني، لكن ينجم يعطي رايه ويعلق عليه ولا رفضه عادي راهو نقبلوا احنا الاراء الكل ما مش شفتنا دروس زيد. احنا ترحمنا على البنيه ونتفهموا انه بنيه ابنه شهيد وربما الوضعيه اللي ماتت فيها والصغيرات اللي وانه المدرسه وطبيعي انه المدرسه يقع ما يقراوش النهار هذاك هذا الكل ما يفهمش. اما زيد سي حمادي ما نغطيوش عين الشمس بالغربال انه الصغيرات هذوما راهم باش يتاثروا نفسانيا نفسيتهم. هم يقول لك تاثروا انه الموت صدرت في المدرسه وبالتالي اي ما نزيدوش عليهم زاد مشاهد اخرى. اي هذا هو واحنا انا بون كشخص اتفهم ربما البنيه ذي اللي وضعيتها وانها مريضه وربي يرحمها ربي يرحمها نعم. ربما كانت عندها عليها عطف خاص تنجم يكون، اما ما نحبوش نبرروا حاجه بحاجه اخرى. توفيت الله يرحمها وانا ما يسالش نقبلوا بعضنا اما ونجدوا تعزينا للاسره التربويه والاهالي سيدي بوزيد الكل ولعائلتها وربي يرحمها وينعمها بنيه صغيره الكل هي في النهايه بنيه ملايكه معناها بمفهومنا احنا العاميه البنيه الصغيرات هذوما هما ملايكه ما عندهم حتى ذنب ولا غالب يعني جات الموت في المدرسه وان شاء الله في هذا رمضان الفضيل نتمناو كذلك. بالنسبه لي انا خاطر سمعت وشفت البيان كاسح شويه يعني خاطر انا ما نحبش ندخل في التفاصيل نقول ان وزاره التربيه ووزاره الاسره غيرها ماذا فعلت لهذه البنت اثناء تواجدها وهي بنيه مريضه ويعرفوا عندها وضعيه. مرات احنا نجيو كان في الاخر ونركبوا على حدث ما حتى الوزارات معناها يحبوا يتبراوا هما يعملوا هكا اي بعد اسيدي بنيه ماتت في المدرسه اين مندوب الطفوله في سيدي بوزيد؟ اين المدير الجهوي؟ مندوب الطفوله هاو معنا في التليفون احنا تسويت سي غسان الدربيلي المندوب الجهوي لحمايه الطفوله في سيدي بوزيد. مرحبا بك سي غسان اهلا وسهلا.
مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. دونك سي غسان، نبدأ بالسؤال اللي بدأ به سي حمادي البقلوتي معايا في البلاتو، ناشط في المجتمع المدني ومتابع للشأن العام. أين مندوبية حماية الطفولة من وضعية هذه الفتاة الساعة؟ وبعد باش نحكيه على الحادثة اللي صارت والرد الرسمي من الوزارة. أول حاجة نترحم على روح الفتاة اللي وفاتها المنية معناها يوم أمس. حد ممكن نجاوب معناها على سؤال أنه راهو مندوب حماية الطفولة يتدخل بآلية الإشعار في صورة إذا كان ثم شبهة تعرض الطفل إلى حالة تهديد على معنى الفصل 20 وإلا حتى خارج الفصل 20، فإنه من الممكن الاتصال بمندوب حماية الطفولة بكافة الوسائل الممكنة، سواء عبر الحضور بالمكتب مكتب مندوب حماية الطفولة وإلا الاتصال الهاتفي وإلا مراسلات وإلا معناها بأي طريقة كانت. مندوب حماية الطفولة معناها أساس العمل نتاعه وحجاب الزاوية بتاع العمل نتاعه هو تلقي الإشعارات وإلا رصد الحالات في بعض الأحيان اللي يكون فيها الإجراء اللي يتم اتخاذه هو التعهد التلقائي لوضعية معناها الطفل. الحقيقة ما كانش عندنا فكرة على وضعية الطفلة معناها هذه قبل الحادثة معناها وقبل الواقع نتاع الوفاة نتاعها، ودخلنا مباشرة بعد تناهي معناها تناهى إلى مسامعنا معناها أنه ماتت والله يرحمها. الله يرحمها. نرجع معك شوية على البيان اللي صادر البارح على وزارة المرأة والأسرة والطفولة بخصوص هذه الحادثة وخاصة التأبين، يعني حادثة التأبين أن يتم تأبين تلميذة ربي يرحمها وينعمها في مدرسة في وسط التلاميذ والإطارات التربوية. كيفاش تابعتوا الموضوع سي غسان؟ هو باش نرجع بيك من الاول معناها تعهدنا من الاول على اساس انه فما وصلنا اشعار على اساس انه فما طفله تلميذه توفيت بالحرام المدرسي في ظروف معناها ما زالت ما هيش معلومه. تنقلنا على عين المكان باش نشوفوا الوضعيه، تبين انه طفله تم نقلها على جناح السرعه الى المستشفى الجوي سيدي بوزيد وين تبين ان هي توفيت الله يرحمها. بطبيعة الحال في الوقت هذاك راسلنا وأعلمنا النيابة العمومية لفتح بحث المغرض وكشف الملابسات متاع الواقع متاع الموت. كيف قمنا بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية بوصف معناها المدرسة هذه تخضع المندوبية الجهوية للتربية سيدي بوزيد لفتح بحث ومعناها وإفادتنا في الغرض. من بعد يوم معناها تفاجأنا أنه فما فيديو هبط على مواقع التواصل الاجتماعي فيها بين قوسين تأبين لطفلة هذية. كيف مشينا خرجنا شفنا الوضعية معناها تبين أنه معناها كي خلطنا احنا لقينا أنه الوضعية وفات وتم نقل الطفلة بعد أنه ما أبنوها. في الحال معناها تم جمع المعطيات اللي قدرنا نجمعها في الوقت هذاك، رسمنا معناها المندوبية الجهوية للتربية نسقنا معها على أساس باش يشوفوا شنو هي الوضعية وتحميل المسؤوليات معناها على خاطر وضعية ما هيش معناها سليمة بالمرة تجاه أطفال صغار موجودين معناها في مكان من المفترض أنهم هما يتلقاو فيه معناها أسس تربوية وبيداغوجية أخرى مش حاجة كما هذه معناها ومشاهد صادمة. وتم كيف معناها إعلام النيابة العمومية اللي فتح بحث في الحادثة ولا الأحداث هذه اللي صارت معناها وشوفوا شكون اللي كان متسبب فيها وباش يتم تحميل المسؤوليات. بطبيعة الحال باش نوصل لك بربي فقط انه بعد العمليه هذه بالتنسيق معناها بين وزاره المراه ووزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن ووزاره التربيه تم اصدار بلاغ معناها مشترك فيه انه الحرص على التعهد النفسي بالاطفال اللي كانوا حاضرين خصوصا معناها المره الاولى لوفاه صديقتهم والا في المره الثانيه اللي كانوا حاضرين على عمليه التأبين هذه. في اطار معناها تطبيق البلاغ هذاك انعقدت جلسه اليوم الصباح في مقر المندوبيه الجهويه للتربيه سيدي بوزيد بحضور مندوب حمايه الطفوله والمندوب الجهوي للتربيه والاخصائيين النفسانيين، مجموعه من الاخصائيين النفسانيين راجعين بالنظر لوزاره المراه وكيف وزاره التربيه وانطلقوا في العمل من صبيحه اليوم. نقلوا للمدرسه غادي لضبط معناها قائمة اسمية في التلاميذ هذوما اللي كانوا حاضرين. أنا كنت باش نسألك سي غسان باش نقول لك التلاميذ نتاع المدرسة الكل باش يتلقاو إحاطة خاطر معناها ينجم يكون عدد كبير وإلا فقط اللي كانوا في القسم ولا اللي حاضروا بعد على التلميذ؟ هو باش نكون واضحة معاك العدد بتاع الأطفال معناها الموجودين في المدرسة عدد كبير معناها اللي تأمهم المدرسة هذه عدد كبير برشا، ما كانوش الكلهم حاضرين فهمتني، ما
المره الاولى كان على اساس انه راهو باش يتم التعهد النفسي كان بالاطفال اللي كانوا حاضرين على وقعه الوفاه هذه. من بعد توسع معناها الامر باش يولي يشمل زاد الاطفال اللي كانوا حاضرين. اللي ناكده لك انا انه راهو باش يتم التعهد بالاطفال الكل في المدرسه، اما باش يتم تو ضبط معناها قائمه في اللي كانوا حاضرين، على خاطر بطبيعه الحال باش يكونوا اكثر تضررا من الاطفال اللي سمعوا سمعان والا اللي حتى ما سمعوش اصلا بالحكايه معناها بتاع التأبين. وباش معناها معناها المجموعه هذه نتاع الاخصائيين النفسانيين يضبطوا بلانينج معناها طريقه تاع عمل ولا رزنامه، وباش يتم تخصيص مكان وفضاء مهيئ باش يتقبلوا فيه الاطفال هذوما، كسوا باش تكون معناها تيرابي دو ماس معناها انهم يعملوا معناها تعهد جماعي، والا انه الوضعيات الخصوصيه اللي يشوفوا ان هي متضره اكثر من الاخرين، ولما لا مثلا انه حتى معناها التنسيق مع اطباء في مختصين في طب نفس الطفل والمراهق باش يعاونوهم مثلا على الحالات المستعصيه شوي. سي غسان مرحبا بك. وبك اكثر يا عيشه. ذكرت سيادتك انه بلغ لمسامعكم بعد ما انتهى التأبين. هذا يعني به تراش انه الى حد الان انا اتابع انه وزاره المراه والطفوله انها تحضر كان في بعد ما يفوت الفوت، انه الجانب الوقائي والجانب ما ضر لو حضرت مندوبيه الطفوله في هذه الجنازه، خاصه نعرف تاثيرها والوقع متاعها، ربما كنا نتفادى هذه الحاجات هذه، وعلاش نوصلوا للبيانات وتحميل المسؤوليه. يعني كلام انا شفت ما صدر قريته، يعني في كلام كبير، يعني انا راني مرات اوجه اللوم على وزاره التربيه انها تعرف انه عندها اطفال وقعوا وماتت وجو يعني خايب في المدرسه، وينه السيد مندوب التربيه؟ ونفس الشيء انا كي قلت وني مندوب الطفوله راهو مش فقط نخلطوا كان في الاخر ونبداو نقولوا هاهم باش نجيب باش نداويو، اين الجانب الوقائي والحضور؟ هذا الحضور الذهني للمسؤول ان وقعت حاجه نكونوا موجودين لتفادي الاستباق. لتفادي الانزلاقات هذه. مشكور، هو سؤال قيم بطبيعة الحال. باش نوضح لك الصورة، هو راهو مندوب حماية طفولة من أبرز أدواره يمكن ولا من أهم الأدوار اللي يقوم بها هو الدور الوقائي. الدور الوقائي هذا فيه من ضمن اللي فيه أنه يقوم بنشر ثقافة حقوق الطفل، القيام بالدورة التحسيسية، القيام بأيام وتظاهرات في الأماكن اللي تؤم الأطفال الكل. هذا معناها مندوب حماية طفولة، ولا باش نحكي حتى على المادة بالجهة واللي مندوب حماية طفولة سيدي بوزيد ما هوش معناها مقصر فيه، فهمتني؟ معناها لقيم كل التجاوب من طرفنا، ولا حتى احنا ساعات نسعى باش انه نقوموا بالحاجات هذه، والا انه نخرجوا ونرصدوا حتى في اطار لو تظاهرات مثلا موجهه لحاجه معينه، نشوفوا ونرصدوا مثلا اذا كان فما اطفال عندهم اشتداء في حال تهديد والا حاجه كيما هذه، نحاولوا انه نحن لو ماكسيموم بوسيبل نحدوا منها، والا نقيوا الاطفال من انهم هما يدخلوا فيها، والا حتى في بمجرد الاشتباه فقط، فهمتني؟ يمكن بعد تطلع الحالة سلبية وإلا ما فماش حتى شيء، أما بمجرد الاشتباه فقط. في وضعية آمس الأمر يتعلق بطفلة ما هيش على قيد الحياة، فهمتني؟ مندوب حماية طفولة في معناها بمقتضى القانون ولا حتى في الاجتهاد نتاعو معناها يتعامل مع أطفال مازالوا على قيد الحياة. احنا كي تعهدنا بالوضعية حتى بعد ما معناها وصلنا اللي هي توفات والا معناها اللي هي فارقت الحياة. بعد فهمتني وصلنا راهو نحن الاجراءات نتاعنا في وقت اللي معناها تمت فيه عملية التأبين هذه، احنا ديجا كمندوب حماية طفولة معناها باقين مواصلين في الاجراءات الاخرين مع الادارات المعنيه بالغرض كما المندوبيه الجهويه للتربيه، كما معناها معناها المحكمه الابتدائيه سيدي بوزيد معناها بقاضي الاسره بوكيل الجمهوريه النيابه العموميه، فهمتني؟ ماناش اكل معناها اللي جيت تحبسنا، فهمتني؟ غادي وراهو لا توفات الطفله اكاهو سي بون راهو ماعادش نتعهد ولا انتهى الموضوع، فهمت؟ في الوقت هذاك كنا حريصين على انه نسقوا معناها مع المندوبيه نتاع التربيه على اساس التكليف الاخصائيين، فهمتني؟ باش يخرجوا معناها ويتابعوا الوضعيه نتاع الاطفال اللي كانوا حاضرين معناها لجوست القسم نتاعها كهو باش انه معناها يتعاقبوا المسائل. فوجئنا والا معناها انه خاطر حتى معناها بتصريحات نتاع مدير المدرسه ولا المندوب الجهوي للتربيه حتى ما سمعت وافاد انه راهو معناها الحركه هذه كانت عفويه من طرف الاهل نتاع الطفله، ما هوش معناها حركه مدبره والا انه تم الاعداد لها مسبقا من طرف اداره المدرسه، فهمتني؟ هذا هو.
به. سي غسان نختم معك بسؤال حول الوضعية متاع عائلة الفتاة هذه الله يرحمها وينعمها، وعندها إخوة وإلا لا؟ إذا كان عندها أخوات زادة صغار، إسكو باش تتكفل بيهم زادة وتحيط بيهم، عفوا على اللفظ، تحيط بهم من دوبية الطفولة في سيدي بوزيد؟ بطبيعة الحال هو من بين الإجراءات اللي مندوب حماية الطفولة يحرص على اتخاذها هو الإحاطة الاجتماعية بعائلة الطفل، بغض النظر معناها على الوضعية شنية اللي صارت مع الطفل بالضبط، أما الإحاطة الاجتماعية بالطفل تكون معناها تكون مطلوبة ومفروضة معناها في الوضعية هذه. احنا في الإطار هذايا الطفلة عندها شقيق أكبر، كيف باش يتم التعهد النفسي معناها به بالوضعية نتاعو، سويت للفقدان معناها في وقت سابق والده الله يرحمه شهيد تونس، وإلا توا كيف فقد زاد شقيقته باش يتم التعهد النفسي به، وباش يتم بطبيعة التنسيق مع الأطراف المداخل الأخرى ذات الشأن باش تتعهد اجتماعيا بوضعية العائلة هذه وتحاول أنه تقف معها. واضح. نشكرك برشا سي غسان دربالي، مندوب جهوي لحماية الطفولة في ولاية سيدي بوزيد. شكرا على مدنا بكل هذه التفاصيل بخصوص الحادثة اللي هزت الرأي العام وتحولت إلى قضية رأي عام في تونس، وربي يرحمها وينعمها البنية اللي توفيت. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. من توما تسمعوا في ريكاب ميدي وقيد ديفير نيوز. ديفير نيوز. في ديفير نيوز لليوم باش نرجعوا على الملف الليبي وزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد دبيبة إلى الجزائر، تصريحاته بخصوص تمسكه بمواصلة عمل الحكومة متاعه وعدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، وعدة أمور أخرى تتعلق بالملف الليبي مع السيد محمد شوبار الناطق الرسمي باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية. سي محمد شوبار عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. بداية تحية طيبة ليك ولكل أسرة القناة ولكل المستمعين الكرام. شكرا جزيلا ليك. معايا في البلاتو سي حمادي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. نبدأ معك سي محمد شوبار، معناها من الأول قراءة لزيارة الدبيبة إلى الجزائر، البحث عن دعم جزائري والجزائر تدعم الدبيبة. شفنا جملة من اللقاءات بين الدبيبة والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كانت آخرها في قطر، ثم هذه الزيارة. من قراءتك الأولى لهذه الزيارة؟ طبعا أجد الترحيب في البداية بك وبأسرة القناة بكل المستمعين الكرام. طبعا نعلم جيد بأن الملف الليبي أصبح ملف دولي، لا أعتقد أن كل الدول سواء كانت العربية والدول الإقليمية سيكون لها أثر على المستوى الخطوات العملية من أجل حل حالات الأزمة التي تمر بها ليبيا اليوم. ليبيا اليوم تمر بانسداد سياسي، هذا الانسداد تحاول الآن الأمم المتحدة حله عن طريق مبادرة السيدة ستيفاني ويليامز، وبالفعل بدأت مفاوضات القاهرة في الأيام الماضية، وستستأنف بإذن الله تعالى بعد طبعا عيد الفطر المبارك. هذه المفاوضات الهدف منها الوصول إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية بين فريقي مجلس الدولة ومجلس النواب، وهي برعاية أممية تشرف عليها السيدة ستيفاني ويليامز. هذا تعلق بالجانب السياسي. الجانب الاقتصادي نعلم جيدا هناك إغلاق الآن لحقول الموانئ المصرية، وهذا طبعا فرض من الخارج على الليبيين، تم قفله بأيادي ليبية، ولكن تم فرضه بأجندة روسية بشكل واضح. نعلم جيدا بأن القوات الروسية تسيطر على المنطقة الشرقية بشكل كامل، تسيطر على سواء كان على المؤسسات أهمها طبعا مجلس النواب، وأيضا تسيطر على المشهد الأمني والمشهد العسكري بشكل كامل. هذا ينطبق طبعا في المنطقة الغربية، القوات التركية تسيطر بشكل كامل على المشهد السياسي والمشهد العسكري أيضا. الخسائر حقيقة المتوقعة من قفل الحقول والموانئ النفطية ستكون يعني خسائر فادحة بشكل كبير جدا. نحن كنا نتوقع من السلطات الليبية والمسؤولين على المؤسسة الوطنية لاغتنام الفرصة التاريخية التي الآن خصوصا فيما يتعلق بتحديث وتطوير النفط والغاز في ليبيا،
لحاجة طبعا السوق العالمية للطاقة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا نتيجة لغزوها لأوكرانيا وارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيها. وهذا طبعا بالتأكيد سيحقق زيادة قياسية في الإنتاج وسيكون له دور في جذب الاستثمارات سواء كان على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الاتحاد الأوروبي. هذا طبعا سيؤدي إلى خلق علاقة استراتيجية مهمة مع هذه الدول المتقدمة خصوصا في قطاع النفط والغاز، وهذا سيساهم بإعادة بناء البنية التحتية وإعادة أيضا إعمار ليبيا من جديد لتلحق برقب الدول المتقدمة. للأسف الشديد فوجئنا بقفل الحقول والمواني النفطية، هذا طبعا هذا العمل تقف وراءه روسيا بشكل كامل باعتبار أن روسيا هي الدولة الوحيدة الآن المعنية بعدم تصدير أي قنوات للنفط أو للغاز لدول أوروبا بهدف زيادة إرباك المشروع الاقتصادي على المستوى الدولي. الحكومة والليبيين المسؤولين للأسف انكفأوا على أنفسهم بالداخل وعلى مشاكلهم وعلى الصراع السياسي على السلطة ونهب المال العام وإحالته إلى الخارج، ولم يواكبوا ما يجري على الساحة الدولية خصوصا العالم اليوم على تحالفات جديدة. نحن نتطلع كمبادرة قوى الوطنية الليبية أن تكون ليبيا جزءا مهما ومميز في هذه التحالفات الجديدة. المجتمع الدولي له جدية واضحة في مسألة تحقيق الاستقرار في ليبيا وإنهاء كل هذه الأزمات، ظهر ذلك واضح في تغريدة وزير الخارجية الأمريكي السيد أنطوني بلينكين، وأيضا ظهر في بوضوح في كل الخطوات العملية التي يقوم بها السفير الأمريكي والمبعوث الخاص السيد ريتشارد نورلاند ودعواته إلى أمرين. الأمر الأول وهي المحافظة على المكتسبات التي وصل إليها الليبيين خصوصا فيما يتعلق مسألة وقف دائم لإطلاق النار وفتح الحقول والموانئ النفطية، فتح الطرقات وفتح الطرق وأيضا دعومة وقف إطلاق النار. النقطة الأخرى وهي غاية في الأهمية هي إعطاء زخم للعودة إلى صندوق الانتخابات من جديد ودعم العملية السياسية التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ونحن كمبادرة قوى وطنية نعلم جيدا بأننا على مرحلة جديدة لليبيا، هذه المرحلة ستكون مرحلة مستقرة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وعسكريا أيضا، وهذه المرحلة ستلقي بظلال إيجابية كبيرة جدا على كل الدول خصوصا دول الطوق وأيضا دول حوض البحر الأبيض المتوسط والقارة الأفريقية. وأحد الدول المعنية بمسألة الاستقرار الجمهورية التونسية باعتبار أن هناك علاقات وطيدة جدا وتبادل تجاري مهم على مدار الخمسين سنة الماضية، وأيضا بالإضافة إلى هناك علاقات اجتماعية واسعة ترتبط الأسر الليبية والأسر التونسية. طبعا وجود الجانب الروسي في مجلس الأمن سبب عرقلة كبيرة جدا خصوصا فيما يتعلق باتخاذ بعض القرارات المهمة، القرارات التي تتعلق بمسألة تحقيق الاستقرار في ليبيا، أهمها طبعا إصدار قرارات ضد المعرقلين للعملية السياسية، ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، ضد مرتكبي حظر توريد الأسلحة وجلب المرتزقة، وأيضا تهريب البشر وتهريب السلاح. روسيا اليوم تشهد عزلة كبيرة جدا على المستوى السياسي وعلى المستوى الدبلوماسي والعسكري والأمني أيضا نتيجة طبعا لارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا. الآن المجتمع الدولي يفكر ويدرس مسألة يعني إنشاء محاكم، هذه المحاكم ستحاسب القادة الروس على غرار ما تم محاسبة القادة النازيين نتيجة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. طبعا دعم الجانب الروسي يملك حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، حقيقة عندنا شكوك في مسألة إصدار أي قرار لصالح ليبيا، ولكن أعتقد الآن
بعد هذه العزلة التي تشهد روسيا اليوم، وهناك جدية واضحة من المجتمع الدولي لمسألة تحقيق الاستقرار وإنهاء كل الأزمات، أعتقد أننا الآن على أبواب بالفعل يعني مرحلة جديدة. هذه المرحلة تقودنا إلى عملية استقرار، إلى مرحلة اقتصادية كبرى لم تمر بها المنطقة ولم تشهدها على الإطلاق. نحن نعلم جيدا بأن هذه الجدية تنطلق من قرارات مهمة اتخذها المجتمع الدولي، خصوصا قراري مجلس الأمن 25 و 25 و 71. وأعتقد أن كل الاجتهادات الآن التي تقوم بها سواء كان المؤسسات المحلية هنا، سواء كان مجلس الدولة، مجلس النواب أو الحكومة الوحدة الوطنية، هي عبارة عن اجتهادات فقط. ليس إلا نعلم جيدا ليبيا لازالت تحت الفصل السابع، ليبيا عضوة في هيئة المتحدة، ليبيا ملزمة بتطبيق كل قرارات مجلس الأمن الدولي كغيرها من أعضاء هيئة الأمم المتحدة. وبالتالي الحل دائما الحل دائما سيكون من خلال قناة وحيدة، هي القناة التي تيسرها الأمم المتحدة عبر قرارات مجلس الأمن الدولي سي محمد الذي ستصدر. نعم نبقى دائما في جانب الشرعية الدولية. السيدة ويليامس ذكرت في مصر أنه الخيار هو الوصول إلى انتخابات، ونعرف أن رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته ولا منتهية مهامه كان تعهد بأنه يوصل البلاد إلى انتخابات وما يترشحش. تراش أنه اليوم أنه الحل هو ليبي بالأساس، هو أنه من خلال أنه يقع ثم شوية تنازلات من جهة أو من الأخرى، لأنه إذا كان نقدر نتبع في ما يقع في الساحة الدولية والتأثير الخارجي من كل شيرة، هذه روسيا من شيرة، هذه تركيا من شيرة، ربما فرنسا، أمريكا وكل هذا، تراش أنه الحل هو ليبي والذهاب سريعا إلى انتخابات تعطي حكومة شرعية وتنطلق في بناء الدولة الليبية الحديثة؟ نعم طبعا كل الأهل كنا واقعيين، كل المؤسسات الآن وكل المسؤولين في ليبيا هدفهم ليس الوصول إلى انتخابات، هدفهم هو البقاء في السلطة. وللأسف الشديد هناك اصطفاف سواء كان على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الدولي. نشهد أن كل المؤسسات في المنطقة الشرقية تصطف إلى جانب روسيا، كل ما تفعله وما تقرره هو عبارة عن أجندة روسية محضة، وفي الغرب الليبي هي عبارة عن تطبيق الامتياز. الآن وفي ظل هذه الجدية التي يقوم بها المجتمع الدولي على رأس الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك دعم واسع من قبل دول الاتحاد الأوروبي لمسألة القضاء العشرية التي أفصح عنها السيد أنطوني بلينكين في مسألة تحقيق الاستقرار في ليبيا، لا أعتقد بأن هذه الاجتهادات التي تقوم بها سواء كان دول عربية أو مؤسسات محلية هي بعيدة كل البعد عن الخارطة السياسية التي تم التوافق عليها بملتقى الحوار في ليبيا، والتي أيضا تم تضمينها بمعظم قرارات مجلس الأمن الدولي. الإطار العام للحل هو مخرجات مؤتمر برلين، هو مخرجات ملتقى جنيف، والأذان طبعا تم تضمينه بقرارات مجلس الأمن الدولي. كل ذلك كل ما يحدث من مؤتمرات خارج هذا الإطار هي عبارة عن اجتهادات لن يعيرها المجتمع الدولي أي اهتمام ولن تجد أي أذان صاغية، حتى فيما يتعلق بمسألة هناك أجندة الآن تقوم أو محاولات فاشلة تقوم بها روسيا من أجل العودة إلى المربع الأول وهو مربع الانقسام ومربع الاحترار في ليبيا، وشاهدنا ذلك في الأسف الماضي. ولكن المجتمع الدولي يقف بالمرصاد لكل هذه التوجهات التي تسعى إلى خلق الفوضى وإلى نشوب حرب أهلية داخل ليبيا. المجتمع الدولي جاد بشكل كبير جدا في مسألة تحقيق الاستقرار. أعتقد أننا الآن نترقب مفاوضات يعني أن تتم مفاوضات القاهرة بمسألة التوافق على قواعد وقوانين انتخابية.
ولا أعتقد أنه إذا بالفعل فشل المتفاوضين من مجلس الدولة ومجلس النواب في الوصول إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية أن المجتمع الدولي سيقف عند إرادة المجلس الدولة ومجلس النواب، وإنما بالتأكيد هناك خطة بديلة لمسألة تحقيق الاستقرار في ليبيا، وطبعا وفقا لمبادئ العامة للميثاق الأمم المتحدة، وأيضا وفقا لبنود الفصل السابع باعتبار أن ليبيا لحد هذه اللحظة تحت الفصل السابع. نعم. سي محمد، نبقى ديما نحكي على الانتخابات والاستقرار في ليبيا. الدبيبة سلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خطة الانتخابات في ليبيا. أولا، هل عندكم فكرة وتنجم تعطينا فكرة على هذه الخطة، على ماذا تقوم؟ ثانيا، ما هو دور الجزائر في هذه يعني في تأمين الانتخابات وإلا في ضمان المرور والاتجاه نحو الانتخابات في ليبيا؟ طبعا كما ذكرت يعني في بداية هذه الحلقة أن الملف الليبي ملف دولي، ولا أعتقد أن لدولة مثل الجزائر سيكون لها دعم على المستوى الخطوات العملية، وإنما الدعم دائما نعلم جيدا بأن كل الدول العربية وحتى الجامعة العربية دعمها دائما تأتي دعما معنويا ليس يعني كافر. مسألة الانتخابات هذه مسألة تم الاتفاق عليها منذ فبراير سنة 2021، يعني منذ أكثر من شهر أو منذ أكثر من 14 شهر. إذن الآن مسألة الحديث الآن من كل المؤسسات ومن كل الدول، سكان دول الطوق دول العربية، إلى مسألة الذهاب إلى الانتخابات هي يعني أمر متفق عليه في كل المؤتمرات برلين 1 ومؤتمر برلين 2، وأيضا كل البيانات التي أطلقتها مجموعة 3+2، وأيضا يعني بيانات كل مندوبي الدول مندوبي الدول بمجلس الأمن الدولي. ولا أعتقد أن ما يعني الآن ما يقوم به رئيس الحكومة الوحدة الوطنية أنه جديد، بالعكس تماما. هذا الأمر يعني مثلا الذهاب إلى صندوق الانتخابات الآن أصبح مطلب شعبي، هناك أكثر من 2.8 يعني تم تسجيل مليون بالمفوضية العليا للانتخابات بسجل الناخبين، وهناك رغبة جامحة للليبيين للذهاب إلى صندوق الاقتراع من جديد. إذن كل هذه النداءات هي عن يعني نداءات قديمة نادى الليبيون ونادت بها معظم دول العالم العملية السياسية في ليبيا. وهناك قرار تحت الفصل السابع، قرار 25/70، ينادي بمسألة دعم ليبيا للذهاب إلى الليبيين إلى الذهاب إلى صندوق الاقتراع من جديد. الآن هذه هي عبارة عن تأتي في دور الدعم المستوي. المجتمع الدولي يعني جديدة واضحة جدا في مسألتين، مسألة المحافظة على المكتسبات التي وصل إليها الليبيين، والمسألة الأخرى هي مسألة التأكيد على العملية السياسية والذهاب إلى صندوق الاقتراع من جديد. وهذا طبعا جاء واضح جدا من خلال مبادرة السيدة ستيفاني ويليامز بحث كل الآن الأطراف السياسية للتوافق حول قاعدة وقوانين انتخابية من أجل خوض انتخابات حرة ونزيهة وشفافة دون تدخل من أي دولة، سواء كان دول الطوق أو الدول الخارجية أو الدول التي تملك قوات على الأراضي الليبية وتدخل كثير من القواعد وكثير من المعسكرات، ولا يستطيع هذه القواعد والمعسكرات حتى الدخول إليها حتى المسؤولين الليبيين. ليبيا الآن دولة مصنفة أنها دولة محتلة بامتياز. الآن القرار السياسي والقرار العسكري والقرار الأمني هو رهين لهذه القوات الأجنبية، سواء كانت القوات التركية والقوات الروسية، وهناك يعني قوات مرتزقة
من كثير من دول العالم هي موجودة داخل داخل ليبيا. إذن هل تم تحديد سي محمد شبر، هل تم تحديد موعد للانتخابات في ليبيا؟ لا أعتقد أن مسألة تحديد الموعد أعتقد أنه أمر مرتقب في مفاوضات القاهرة التي ستأتي بعد عيد الفطر المبارك. هذه المفاوضات الهدف منها هو طبعا التوافق على قاعدة دستورية وقوانين انتخابية، سواء كان قوانين انتخاب الرئيس أو قانون انتخاب البرلمان، برلمان جديد. صحيح أن التحديات لازالت قائمة، التحديات في أمرين. الأمر الأول وهو يتعلق ب طبعا رغبة الآن الموجودين في السلطة في البقاء في السلطة، وأيضا هناك لا يعني تحدي آخر وهو تحدي مهم، هو التدخلات الأجنبية. لازالت هناك دول تضغط، سواء كان مجلس النواب طبعا أهم دولة روسيا، تريد لا تريد لليبيا تحقيق الاستقرار، تريد أن تبقى يعني فوضى. لماذا؟ لأن تحقيق الاستقرار معنى ذلك هو تطبيق قرار مجلس الأمن المتعلق بخروج كامل للقوة الأجنبية دون ما استثناء ودون ما أي تمييز، يعني الجميع يخرج من ليبيا. وهذا أعتقد أنه نقطة مهمة في مسألة استرداد قيادة الدولة الليبية أو وحدة الاضطراب الليبي. نعم سي محمد، في انتظار أن تستعيد الحكومة الليبية صلاحياتها، أي دور للقبائل على المستوى أخذ القرار في ليبيا؟ خاصة نعرف أن الفترة السابقة كان لها دور في التدخل. أعتقد أن مصطلح القبيلة تجاوزه الليبيين منذ فترة جدا، يعني للأسف الشديد مصطلح القبيلة لازال يستخدم في المنطقة العربية فقط، يعني كل دول العالم انهار هذا المصطلح منذ زمن طويل جدا، خصوصا إذا ما تحدثنا أننا نؤمن بمصطلح الدولة. مصطلح الدولة يعني مصطلح المواطنة، يعني أن كل المواطنين هم سواء أمام القانون، وأيضا متساوون في مسألة توزيع الثروات، ومتساوون في مسألة يعني الحقوق والواجبات. وبالتالي أعتقد أن مصطلح الخبيرة الآن، خصوصا إذا ما تحدثنا وحللنا بالفعل المجتمع الليبي، أصبحت لا وجود ولا قيمة للقبيلة يعني بشكل واضح وكبير جدا، خصوصا بعد يعني سنة 2011 لا وجود حقيقة للقبيلة بشكل كبير. أعتقد أن المرحلة القادمة هي مرحلة بالفعل مرحلة تأسيس الدولة. للأسف الشديد لم إلى حد هذه اللحظة لم تمر ليبيا بمرحلة اقتصادية أو مشروع اقتصادي يمكن من خلاله رفع المعاناة التي يعيشها الليبيون حتى منذ الاستقلال، يعني وهذا أعتقد أنه تمر به معظم الدول العربية. نعم في إطار ظروف نعم. إقليمية ودولية كاملة. سي محمد شبر مشكور جدا، أكيد باش نتابعوا المفاوضات في القاهرة وباش نقوموا بمتابعة كل ما يتعلق بالملف الليبي في الفترة القادمة. شكرا جزيلا لك سي محمد شبر، الناطق الرسمي باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية. هكا نكون وصلنا لختام ريكاب ميدي لليوم، نشكر برشا سي حمادي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام، تحية لأمنة بوخيت في الإخراج التقني، سيف بولاريس في الديجيتال، أنسى الهمامي في ستوندار، كنت معكم سهام حمدي في غيكاب ميدي من الصنار حتى التوى، نتقبل غدوة في غيكاب جديدة في لمن غيكاب ميدي. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم، غيكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص النهار لساعتين على الحياة فهم.